بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم عن دماغ النحلة. يعترف العلماء اليوم أن دماغ النحلة الواحد يحوي أكثر من 850 ألف خلية، وحجمها لا يتجاوز رأس الدبوس. في كل خلية من خلايا هذا الدماغ هناك كمبيوتر صغير في داخله برنامج عالي الدقة، هو الذي يرشد النحلة في أداء عملها، وكأنها مخلوق مبرمج مهمتها جمع الغذاء وصنع العسل. ولذلك قال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سورة النحل من آية 69 إلى 68. إن الحقائق الواردة في هذه الآيات تطابق تماما مع العلم الحديث، حيث تبين العلماء أن الطرق التي تسلكها أو الطريق التي تسلكها النحلة تحتاج لبرنامج شديد التعقيد. صراحة ما نقول في هذا الكلام إلا سبحان الله والله أعلم.